السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. موضوعنا اليوم بإذن الله سنتحدث عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي. سنتحدث بإذن الله في موضوع اليوم عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي. عند مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم يتولد حوله مجال مغناطيسي على شكل دوائر مركزها السلك، ويكون دائما اتجاه المجال المغناطيسي حول السلك على حسب اتجاه مرور التيار فيه كما هو موضح في الشكل. ومن استخدامات التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي في الحياة العامة عدة استخدامات، وكثيرة منها السماعات، وأيضاً رافعة التي تعمل على رفع السيارات، وأيضاً الهاتف والأفوميتر ذو المؤشر، وكذلك أيضاً وحدة تغذية الحاسب الآلي. والآن نترككم مع مقطع للفيديو سيتحدث بإذن الله عن التفصيل عن موضوع التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي. الدرس السابع. أهلا بكم، أنا مغناطيس. سوف أقوم بشرح درس اليوم عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. ماذا نعني بالتأثير المغناطيسي للتيار الكهربي يا أصدقائي؟ عند مرور التيار الكهربي في سلك مستقيم يتولد حوله مجال مغناطيسي على شكل دوائر مركزها السلك، ويكون اتجاه المجال المغناطيسي حول السلك حسب اتجاه مرور التيار فيه كما نلاحظ بالصورة. العوامل التي تؤثر على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. حجم القلب الحديدي. عدد لفات الملف. شدة التيار. ما رأيكم يا أصدقائي أن نتعرف على استخدامات التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي؟ إذن هيا بنا. للتأثير المغناطيسي على التيار الكهربي عدة استخدامات، لنراها معا. شاحن، جرس، سماعة. كما له استخدامات أخرى أيضا، منها جهاز فرق الجهد، المحول، جهاز الأشعة المستخدم في المستشفيات، الرافعة
تطبيقات عملية على التأثير المغناطيسي. أول تطبيق عملي: تحويل الملف إلى مغناطيس كهربي. سوف نحتاج أسلاك، برادة حديد، مشابك، ملف، بطارية. سوف نقوم بتصميم محرك كهربي بسيط. نحتاج إلى مغناطيس، مشابك، بطارية، سلك نحاس.
في ختام موضوع اليوم بإذن الله نتمنى لكم الاستفادة والمتعة ونراكم في حلقات قادمة.